لو ركزنا سنة كده هنسمع صوت العصافير، لأن في شجر جنب البيت عندي هنا. أنا من أنصار الحرية عموما، علشان كده دايما بقول لو عاوز تسمع صوت العصفور ما تجيبش قفص وتحبس فيه العصفور عشان تسمع صوته. لو عاوز تسمع صوت العصفور ازرع شجرة جنب البيت، العصفور هيسمعك صوته. صوت العصفور هو على الشجرة أجمل بكتير من هو جوه القفص. صباح الخير.